What word can we use to link these two sentences? He was very tired. He went to sleep. إذن لازلنا وإياكم مع كلمة الربط. واليوم غادي نشوفو كلمات الربط الخاصة بالنتيجة effect. من بين الكلمات اللي كنستعملوهم في الإفكت we have therefore, consequently, as a result, so, thus. وهذو كاملين كيعنيو بالتالي إذن كنتيجة. وكي تكتبو في وسط الجملة فقط. إذا ناخدو الجملتين اللي شفنا في أول فيديو ونحاول نضيفو عليهم وحدة من هاد العبارات therefore. إذا غادي نقولو he was tired. Therefore, he went to sleep. ورا يمكن نعوضو therefore بهذوك العبارات أخرى ديال effect.